اهلا بيكم في قناة انا محمود المنمي. بص انا مع الشغل الجميل دوت لشغل المراتب اللي لسه عاملينه قدامكم اهو، وفي من شغل الله اكبر ولا الله اكبر الله اكبر. شوف انا اللي بقول عليه بقى، فين الشغل يا جماعه؟ الشغل قدامكم اهو، الشغل اهو. الله ينور عم محمود عليك. حد ناصر هو معانا برضه، عم محمود المنجد اهو. يا عم محمود عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الشغل اللي معاك النهارده؟ النهارده احنا الله ينور بصراحه. احنا النهارده شغالين في مكان جديد وشغل جديد. تمام. النهارده شغالين في مكان جديد وشغل جديد. تمام. زي ما احنا كده، احنا برضو احنا عنده وعدينا، احنا في اي حته شغالين. يعني في شغل بيجي لنا وفي شغل احنا بنروح له. زي ما انتم شايفين هنا عندكم. استاذ احمد، في شغل بيجي لنا وفي شغل احنا بنروح له. ده شغل الدهب احنا بنروح له. تمام. وشغل بقى بيبقى انترنت هو اللي بيجي لنا. ده الشغل اللي انتم شفتوه في الورشه عندنا. بيت المرتبة؟ خش على المرتبة كده شوفها برضه. خلاص خش. هو يعني خش جوه على المرتبة. محمد ناصر اهو. الله ينور يا حاج ناصر. وعليك يا استاذ احمد. الله يخليك. شغل اهو قدامكم. نهاركم بقى شغل المرتبة. شغل المرتبة التانية معانا. تمام. دخلنا القطن فيها. نوريكم بقى دلوقتي ايه شغلها هيبقى عامل ازاي. ماشي. زي ما انتوا شايفين يا جماعة قدامكم. ده الشغل اللي هو فلديات. تمام. هو واحد معمول اهو. زي ما انتوا شايفين قدامكم يا جماعه، بنبدا من البدايه بنوريكم الفينش في النهايه. تمام. يعني دي بدايتنا، وهنوريكم برده لما تتفنش هتبقى عامله ازاي. ماشي. السلام عليكم. فين الشغل يا جماعة قدامكم؟ وين المرتبة؟ مفيش كلام يتقال. مفيش كلام يتقال. ما تصورش جواك. تعالى كده يا. مفيش كلام يتقال. ولع ولع. قدامكم ده الشغل بتاعنا هنا. ماشي؟ اهو. بس المرتبة دي يا عم محمود تحس ان هي شغل اللي هو التيب عاملة شبيهة ليها، صح؟ ايوه هي شبيهة ليها، بس هي مش تيب. هي مش تيب. التيب بتاخد غرز اكتر من كده. تمام. يعني التيب بتاخد غرز اكتر من كده عشان تبقى سلبة، ما تروح شمال ولا تروح يمين، كنت ما تديها غرز تنشف. تمام. يا عم يا حلق. قوم. غرز كتير دي تمسك القطن ما تخليش ولا حاجة مكلكعة وكلها بتبقى مظبوطة. تمام. كتر الغرز بيظبط المركبة. معلش عبد الله. بصوا قدام. تعال تعال. ما لقيتش منه اللون ده. ولا على الفاتح. ولا على الفاتح. هو ده مش من اللون الفاتح؟ زي ما انتم شايفينه من المركبة بصراحة. الله ينور. الله اكبر. وبعد ما خلاص بقى اهو دي الكفر هيتركب لها. اهو. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني احنا في مكان بعيد والله. انا جاي عشان وجينا عشان للناس، الناس بتطلبنا، بتطلب عم محمود، بتيجي بنيجي من اخر الدنيا والله. الناس بتطلبنا. ماما
بس الناس عاجبهم شغل الكلب قوي اللي اتعمل. اه بقول لك ايه كان عامل شغل جامد. اه كان حلقه حلوه. التركيب بتاع ال زي ما انتوا شايفين برضو المرتبة اللي وريها لكم تمام، موريكوا الكسوة وادي الخط اهو. اتكلمي دلوقتي على مقاسات ولا احنا بنتكلم عليه؟ مسطرة قدام مسطرة. انتوا شايفين اهو قدامكم تمام. شغل التنجيد المصري الاصيل بصراحه اللي الناس اتغاضت عنه دلوقتي وبقت تشتغل في شغل المراتب السوسته. والله يا جماعه ده يعني صح يعني المراتب السوسته بكتير، بس عندنا الناس بتستسهل. بس والله هم لو يعرفوا المعلومه المفيده دي مش هيسيبوا القطن ده ابدا. نور عم محمود شوف المرتبة عامل ازاي؟ شديدة ازاي؟ اه تمام. ها؟ بس هي خفيفة. خفيفة؟ اه المرتبة كل ما يعني كل ما تبقى عالية كده وخفيفة تبقى حلوة. تمام. بس عامل ازاي؟ عايز اجرب جيبه قصه ايه قصه مين علي حلوه كيلو متر عندك بكام؟ احنا ابتدينا نخلص نشوف المستوى هيعمل ايه جوه. طبعا ايه هو مستوى محمود اهو ده شغل المراتب. الله ينور يا استاذ محمود.
المرتبة دماغها عاملة ازاي، وزي ما انتوا شفتوها بقت عاملة ازاي. نبدأ معاكم خطوة خطوة نوريكم انتوا شوفوها ازاي. شكل المرتبة الطبيعي بعد ما خلصناها وريناكم الشكل قبل ما تتعمل، بعد ما اتعملت بقت عاملة ازاي قدام كار. الشغل بتاع مراتي محمود احنا لما بنضربها كده بتطرى تمام. انتوا شايفين احنا بنجيب لكم الحاجه من البدايه للنهايه، كل مكان بنروحه بنجيب لكم الشغل من البدايه للنهايه تمام، عشان تبقوا انتوا شايفينه بالمره وعشان يبقى الزبون برضه شايف. انا الزبون مش معانا بس ايه عارف شغلنا. دي الميزه بتاعتنا ان احنا بنوري الزبون الشغل بتاعنا من اول ما بيبتدي لحد ما بينتهي. عندهم محمود جوه، هتقول لي معلش وصل مسافه هي جوه تعبت عشان الخياط.